صباح الخير حبوباتي، كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا بخير، تكونوا على خير ان شاء الله، تكونوا في احسن احسن الاحوال. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو جديده. اليوم بغيت نشارك معكم نهار الجمعه، جمعه مبارك للجميع والمتابعين ديالي، الله يحفظهم ليا، وشكرا على دعمكم وتفاعلكم معايا في القناه. اليوم ما عمري ما درت شي فيديو نهار الجمعه، اليوم ندير لكم فيديو نهار الجمعه كيفاش تدوز عندي. كيدوز عندي حتى هو بروينتو وتمرتو، خدمه الصالون، خدمه ديال الدار. المهم كنحاول انني نفرق راسي على جوج، شويه لهكا وشويه لهكا. ضروري ما كاين، كيدوز عندي النهار صعيب يوميا، تقريبا كيدوز عندي النهار الصعيب، لان خدمه الصالون وخدمه الدار. ولافونتاج اللي عندي فهادشي كاملو هو ان عندي الصالون حدا الدار، يعني كنسالي شقايا وكنمشي للصالون كنخدم الى صونات عليا شي وحده حيت دايره الجرس من الصالون للدار، كيصونيو عليا وكنمشي كنخدم اليوم. المهم شنو بغيت نقول لكم، جمعه مباركه. غادي نفطر دابا وغادي نوض نخمل شي شويه الصالون ديالي حيت قلبوه ليا الدراري البارح، وغادي كندوش شويه بالدار ونمشي نبدا ندير الطعام ديالي ان شاء الله. المهم خليكم معايا وغندوز معكم النهار كله، داكشي اللي غادي نديرو غادي نصورو معكم. خليكم معايا ما تمشيو فين، وخليو لي لايك، ما تنساوش لايك وتعليق البنات. يلا نتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. ما بان لكم بعد ما فطرت وخرجت لعند الخضار اللي حدانا، بغيت ناخذ شويه ديال الدسير وشويه ديال الليمون، شويه ديال لافوكا، شويه ديال البنان، وبغيت ناخذ شويه ديال الخضره ديال الطعام، والقرعه حتى هي ما كايناش عندي. وهكذا غندوز عند القزار حتى هو ناخذ شويه ديال اللحم، ونمشي للدار بحرا نوجد راسي ونوجد الطعام. كيما بان لكم دابا غادي ناخذ الطعام. اول حاجه غادي نرقدو، انا هذه هي الطبيعه الطريقه باش كنصايب الطعام. كنرقد الطعام ديالي في الماء، كنخوي القيس اللي غادي ندير وكنرقدو، كنخليه تقريبا حتى كيشرب الماء مزيان، وكنمشي كنقضي اغراضي. هانتوما شفتوا، كنرقدو مزيان، كنخليه باش يرطب على خاطرو، وكنكحزو الجن، وكنبدا في تنقيه الخضره ديالي. البصله ديالي كنقطعها انا هكا هذا طويله، وكنسر بها حيتاش تابعني بزاف ما يدار. وها نتوما معايا، نسالي الخضره ديالي وتقطع الخضره وتنقيه ونرجع لكم. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت. ومن بعد كنزيد الحمص ديالي اللي نقيته وغسلته، ودابا غادي نختار طريفه اللحم اللي غادي ندير في الطعام، حيتاش كاين غير انا وراجلي ولوسي جاي تغدى معانا، ووليداتي خلاص. غادي نحاول ندير غير شي حاجه قليله، ولادي ما تياكلوش اللحم بالمره، يعني غير ثلاثه بينا، هذا القياس كافي بركه. غادي نغسلو ونديرو في الكوكوت ونكمل معاكم. النبي محمد صلى الله عليه. ودابا غادي ندوز باش نشرمل هذا اللحم ديالنا ونديرو فوق البوطه. درنا قزبر معدنوس كما تيبان لكم، وغادي نزيد عليها دابا العطريه، البزار، شويه ما كنكثروش حيت ولادي كيجيهم حار، وشي ديال الخرقوم. انا ما كنديرش الصفيفره، كندير خرقوم، شويه سكينجبير، وزيت لوسيور اولا زيت المائده، وكنزيد زيت البلديه ضروري، زيت زيت الزيتون ضروريه، وشويه الملحه. وهكذا كنخلطوا كلشي وغنديروا فوق البوطه باش يتشحر، ريتما نخرج الطعام ديالي من الماء. وغادي نكمل معكم. النبي محمد اصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد من هو وحال. هذه هي الطريقه ديالي انا في الطعام، كما قلت لكم ترطبوا وتنبدا كنشوف القياس ديالو، كنبقى نحلو، ومن بعد تنزيد فيه غير شي شويه ديال الملحه، وما كنديرش الزيت لان الا درت الزيت ما كيبغيش يشرب ليا الماء منه بزاف دغيا. كندير غير شويه ديال الملحه وتنخليه حتى كينشف مزيان، ملي تينشف عاد تنبغي نحطو في الكسكاس، عاد تندير ليه شويه ديال الزويته، ما تخافوا منه لا يتعجن لا حتى شي حاجه. وريتما الطعام ديالي تينشف من الماء، انا كنوجد الخضيره ديالي، كنقشر خزو ديالي وتنقطعو
وتنتسنى الطعام ينشف على خاطرو. والكوكوت ديالي راه خدامه، راه كطيب اللحم والحمص وداكشي كامله. ومي غادي نسالي الخضيره ديالي، غادي نخشيها في الكوكوت. يلا بقاو معايا حتى الاخر. من بعد ما ساليت تنقية الخضره ديالي، دابا غادي نقسم الكريعات على جوج باش ما يهراوش. وبالنسبه للخيزو غادي نفرقو شويه رقيق، الا كان الوسط ديالو خضر او لا قازح كتحيدو، الا كان هكا شفاف بلا ما تحيدو صافي خليوه هكا. راه كلشي تيعرف يصايب الطعام خلاص، راه غير كل واحد وعندو التقنيه ديالو. بالنسبه للبس كنفرقها على جوج باش ما تهراش، وبالنسبه للكرعه على جوج، والخيزو كنحاول نرقو شي شويه. وهادي فليفله، وهي الخضره ديالي مغسوله نقيه واجده مطيشه حتى الاخر، وغادي نقطعها. وتال الحيمه ديالنا هانتوما راه تشحرات، دابا غنكبي عليها شويه الماء القياس اللي غادي طيب ونسدو عليها ونمشي نكمل الطعام ديالي. دابا غندير ليه الزويته، هو كما بان لكم ناشف، وغندير له الزويته ديال، انا كندير زويته بلديه ما تنبغيش ندير لو سيور باش تبقى فيها هذيك النسمه ديال زيت العود. صافي وكنبدا دابا هانتوما راه ما تعلق ما والو، وشرب دغيا حيت ما درتليهش الزيت. دابا عاد غندير ليه الزيت حيت شرب بالقياس الكافي، غندير ليه شويه الزيت، وغندير الزيت ديال زيت العود ماشي زيت الروميه. ايوا هكا كنبقى كنفتل الطعام ديالي بهذه الطريقه هذه باش تدخل الزويته كاملها لجميع الحبيبات. وصافي ونديرهم في الكسكس ونحطهم فوق البوطه. دابا راني سديت على الكوكوت وغادي ندير الكسكس ديالي فوق. انا كنخدم داك الكسكس اللي كيكون فوق الكوكوت حيت يجيني كيسر بي دغيا. وصافي يعني بلا ما ندير البرمه اللي كنقص لكم ما كنديرهاش. ودابا غنقطع الكريعه ديالي بعد ما نقيتها وغنوجدها. صافي هادي هي الخضره ديالي اللي غادي ندير. وصافي دا هو الكسكس اللي قلت لكم كندير هاد الكسكس هذا، حيت هذا يعني كيجيني كيسر بي، كديرو فوق كوكوت، كوكوت كطيب. وتا اقتصاد يعني بلاصه ما تشعل جوج ريوس ديال البوطه، هذا الكوكوت كطيب اللحم وكطيب لك حتى الكسكسو ديالك، ودغيا تيطيب في ساعه. كندير فيه واحد الحفيره في الوسط باش تخلي البخار ديال الماء يطلع، يعني يتقاسوا جميع الحبيبات وجميع الجهات اللي في الكسكاس. وهذه الطريقه اللي تندير انا دغيا تطيب، دغيا تيطيب الطعام ديالي في ساعه. صافي دابا راه غنخليه كيتفور، ومني غادي يطيب مزيان غادي نحطو غادي نحطو عاوتاني باش نعاود ليه التفويره الثانيه. ها هو طاب ليا، غادي نفرد ستو كما كيبان لكم. ما كنبغيش نخدم يديا، بزاف العيالات اللي كيخدموا يديهم تيهلكو صبعانهم وضفرانهم تيوليو طايبين. ودابا غادي نزيد الخضره ديالي في الكوكوط، ومن بعد نسد عليها ان شاء الله ونمشي نكمل الطعام ديالي. يلا خليكم معايا. وها هو دابا برد لينا شويه الطعام، كنفتلو شويه بيديا، غنزيد ليه شويه الزيت، ما غنزيد له لا ما لا حتى شي حاجه حيت اصلا شارب الماء. صافي غنزيد ليه شويه الزويته وصافي. ومن بعد غادي ندوز لتحضيرات المائده. غسلت الليمون وغادي نمسحو راه حتى ما يكمل الطياب ديال الطعام. غادي نحط الديسير، هذا هو الديسير اللي خديت من عند الخضار، ديت البنان والتفاح وشويه النافيل وشي شويه لافوكا باش نديرو شي عصير العشاء ان شاء الله. الى بارطاجيتو معكم هي هذيك، الى ما بارطاجيتوش سمحوا ليا، المهم في الموصلني الوقت هو هذاك. صافي حنا سالينا الديسير وندوزو دابا نوجدو الكسيعه ديالنا. ها انتم يا لالا وجدت لك الكسيعه في الوقت المناسب. احنا درنا الحيمه في الوسط وكنحاول زدت في الخضره ديالي بطريقه زوينه حيت المنظر هو كل شيء. النبي محمد أصلت عليه، يا النبي محمد.
وهذه هي القصيعه ديالنا، نتمنى تعجبكم. يا ربي الفليفيله في الوسط، ضروري مفليفيله. ايوا هذا هو، هذا هو الغداء ديالنا اليوم، قصيعه ديال الكسكسو. بصحتنا وبصحتكم حتى نتوما، ما كاينش اللي كيدير شي حاجه، يعني قليل الناس اللي ما كيديروش الطعام في الجمعه، غير الناس اللي ما عندهمش الوقت ولا ما كاينينش مع من ياكلوه. صافي يعني الكسكسو لا يعلى عليه في نهار الجمعه. بصحة وروحة وجمعة مباركة، ونتلقاو من بعد إن شاء الله. خليكم معايا. البنات حنا تغدينا وشبعنا الحمد لله، الله يجعل البركه. كناكل غير الليمون دابا ديالي انا وزياد. كليتي بنانه ديالك ولدي؟ بنانه. هاك هاك تقريعه بصحه والراحه. هاك ماما شد خذ ليمونه. لا لا يلا صافي سير. المهم هادي هي الغديوه ديالنا، تغدينا بصحتنا وراحتنا وبصحتكم نتوما وراحتكم. المهم دابا راها تقريبا جوج ونص، رازا مشات تقرا. زياد راه بقي معايا هنايا حيتاش فيه شويه السخانه، ومبغيتش نصيفطو حتى البلاتي شي شويه تنحس به ولا لاباس. وانا كناكل الليمون ديالي، غنتغدى وغنمشي نغسل المعنات ديالي وغنمشي للصالون. الله يجيب لنا شي رزيق نخدموها شويه هاد العشيه، وهذا الشيء اللي كاين. يلا خليكم معايا حتى نجمع هاد الروينه هادي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما جمعت داك الطبله وشطبت من تمايا وكلشي، جمعت الروينه كلها هنا للكوزينه، ومشيت جمعت شاري، درت لي شويه السيروم بان لي ناشف، ودرت شويه الماكياج وصافي. هاني دابا نفكت المعنات باش غير نسالي ونمشي للصالون، لا ربما تجي شي وحده تبغي تصايب ولا شي حاجه خاصها تلقاني زعما واجده. يلا خليكم معايا نسالي معناتي، وها حنا ان شاء الله نتلاقاو من بعد. خليكم معايا وانا كنغسل المعنات. يا المهم البنات نوريكم هاد اللي قالت لي كنخدم انا، هما هادو كانوا ديجا صوروني البنات، قالوا لي اش من ماركه كتاخدي. كناخذ هاد لا مارك هادي سميتها سكوتش، هاي سكوتش سكوتش، دايرين شي 15 درهم، ولكن صراحه زوينين صراحه. ديجا جبر خديت شحال من هاد اللي قالت تيكونوا ضيقين، وكنعجز نلبسهم وكنعجز نحيدهم في نفس الوقت. صراحه تيشدوا الحاجه ما تتزلقش، وفي نفس الوقت هما ساهلين كيتحيدوا دغيا. وانا كندير لهم هاد الثنيه هادي باش ما يرجع ليا الماء معاهم، حيتاش حيت ملي كنطلقهم كاملين كيرجع ليا الماء مع الحوايج ديالي وداك الشيء. دابا غادي ندير الطابليه ديالي وغادي نغسل المعناتي. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. من هم ثلاثة؟ النبي محمد أصحاب الروضة. النبي محمد من هم أربعة؟ النبي محمد أربع كتب. النبي محمد من هم خمسة؟ النبي محمد خمس صلوات. النبي محمد أصلاة عليك. النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد صلى الله عليه.
صافي البنات انا ساليت الموينات ديالي، نمشي للصالون نشوف الا كان شي خديمه نجلس تما، يحتاج شي حد ان شاء الله. المهم راه ساليت شقايا، خملت لك الطبله، غسلت الموينات ديال الغدا وداكشي كاملو. صافي هادشي اللي كاين، غنمشي دابا للصالون الا ما كان حتى شي واحد، ونقدر نرجع ندير شي حاجه للدراري باش يديروا الكوتي الا كشدتني الخدمه. صافي ما غادي نديروا والو، يلا خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. هنا البنات رجعت من بعد مشيت للمحل وخدمت لواحد الكليانه، ورجعت باش نصايب الوليدات شي حاجه للكوتي، كيجيوهم مجوع مساك ملي كيجيو من الدراسه، وفكرت ندير لهم الكريب. بغيت ندير الكريب، غنحتاج 3 البيضات، وغادي نحتاج يطرد الحليب، وغادي نحتاج القشره ديال الليمون محكوكه، والسكر والفاني، والطحين طبيعه الحال. من بعد ما درت البيض ديالي غادي نكب نص طرد الحليب، وغادي ندير قبيس هاد المليحه، وغادي ندير القشره ديال الليمون محكوكه، وغادي ندير السكر على حسب الذوق، والفاني. انا درت جوج فانيات، كتعجبني نسمى هاد الفاني كندير جوج وصافي. وكناخذ الزبده، كندير 3 المعالق ديال الزبده مذوبه، ولا كنتو غديروها جامده او لا يعني باده ديروا معلقه كبيره يعني عامره. صافي من بعد ما طحنا شي شويه المكونات، غنزيدو الطحين ديالنا 200 غرام، وغادي نعاودو نطحنو مزيان حتى يتجانس الطحين مع جميع المكونات. زياد راه جا من المدرسه، ديتو من بعد ما ارتاح شي شويه وديتو، ودابا راه مشيت جبتو ما بغيتوش يتعطل. وقلت لها جي نصايبو انا وياك الكريب، ها هما وجدوا لك الكريب ديالنا. غادي ندير اتاي ونحط ليهم باش حتى نتوما تشوفوا كيفاش طلعوا لك الكريب ديالنا وكيفاش كان الكوتي ديالنا. بقاو معايا. مازال حنا جينا من المدرسه ودابا راه درنا الكوتي، وكنشكر ماما بزاف لحقاش فكرات فينا درت لينا داك الكريب. ودابا فين الجوع بغينا ناكلو، وغادي نخدم غادي ندير مع ماما العشاء ان شاء الله. هي الطبيله ديالنا، وهذا هو الكوتي اللي درت للوليدات، برير داتاي وشويه الزويته بلديه وشويه الفرماج، ودرت لهم داك حطيت لهم دوك الكريب اللي درت لهم. كي جاكم الكريب مهم خفافين صراحه، احسن حاجه دير للوليدات هما الكريب. وحطيت لهم هاد القريشلات هادو وجداتهم لوسي وصيفطاتهم ليا، وصافي دابا غادي يبداو ياكلو. ومن ان شاء الله من بعد ما نجمع الطبله غادي نمشي لا كويزين باش نوجد العشاء ديالي، وخليكم معايا. من بعد ما جمعنا الطبله مشيت درت الكفته ومطيشه، وبديت كنوجد في العصير ديالي عصير د لافوكا اللي قلت لكم غنديروا العشاء. صافي درت الحليب ولافوكا والسكر عادي وطحنتهم، وصافي ها هو العشاء ديالي واجد، العصير واجد والعشاء واجد، كل شيء واجد. غنتعشاو ان شاء الله ونمشيو نعسو. المهم مع الجمعه البنات الدراري ما كيبغيوش يخدموا التمارين، كيبغيو حتى لغد ليه السبت عادي يبداو يخدموا التمارين. المهم هو العصير ديالنا وجد، كل واحد بكويس ديالو. نتعشاو بصحتنا وبصحتكم، وسمحوا لينا الا شهيناكم في شي حاجه، هذا غير فلوغ كنشارك معكم داكشي اللي كنديرو. ايوا راه زنايا فرحانه وعاجبها الحال. عاونتني حكت معي مطيشه. وانا كورت ليها الكفته، وصافي هادشي اللي كاين. وهذه هي العشيوه ديالنا، الكفته بمطيشه وعصير دلافوكا وقريعه د الماء. وبصحتنا وراحتنا وبصحتكم حتى نتوما وراحتكم البنات. من بعد ما تعشينا ما بقى لي نقول لكم الا الى اللقاء والى فيديو جديد ان شاء الله. ونتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتعليق وتهلاو لي فراسكم. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي، جمعه مباركه. باي باي، جمعه مباركه.